خلا غني فضيحتي بقلاقل عند العالم كلها، عند الجماعة عند اليفع عند الحضارم. واحد بيقاني لقاني للسناب قال لي بطلي نهيق نهيق زي الحمار كل يوم. أنا ماشي مانيشني قادر الصراحة أكويل عينو وشي وصلني دحين لا تحت بنات ما أحب أكويل أقرن بفقد عقلي. هلا وا أو 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 نادي عمار كويلي بفقد ب ما أقدر أوصل لتحت. أول ما أوصل لتحت توقف بخار. بسرعة 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 شفتوا أنا ليه ما سويت ميك اب أخضر حسبي الله على بليسكم ليه؟ بجيبها من على يطلعها لفوق. اصبروا علاقة 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 بالمفتد الآن. طيب يا بنات ثواني بس أكويها الوحدة تنتظرون عاد أكويها وأنا لابستها بعلقها فوق بالدولاب. دقيقة بنات بكويها برجع لكم. يا رب ما يطلع مصيبة شيء فضيحة. اوكي ايوه الآن ابوش يا بنت الكلب الله يلعنش طلعتيني من طوري عباية. لحظة بنات بقى شوية بقى شوية ادعولي 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 اني ما افقد اعصابي ادعولي ادعولي. تدرون وش المصيبة لو لبستها وتكفس الان من قديم قسما بالله لا اقطعها تقطيع. شفتوا سوبرمان لما بيقطع البلوزة كذا وكل فخر بعد. خلوها بس خلوها بس تعاند خلوها بس تقهرني بس. لا والنت فوق هذا كله مضايقني قهرني. كل ما دخلت بسالفة حلوة كل ما سولفت كل ما قلت قوم ويلا حتحمس علق. اه يلعن ابليسك. ساكنين بربع من الخالي احنا بربع الخالي. تقول ماشي شبكه. انا مليت. ملبسه هي مكفسه. كيفكم انتوا عجبكم ولا ما عجبكم؟ يا حبيبتي انا مليت انا ماني حقة كوي انا. يلا بلبسها وبقي. ها حلو حلو العباية مع الميك اب. ها بنات ايش رايكم بالعباية اللي سبيتوها كلكم امس بالسناب؟ والله قهروني سبوها. تخيلوا اقول لهم اصبروا بلبسها اصبروا بلبسها شوفوا كيوت فيها جيوب من هنا. واي تفكرون باللي افكر فيه ولا يعمل حقه؟ عاد زودتها صح. خلينا نشوف عندي برتقالي. اي والله عندي برتقالي. وش عندي هنا وش الاشياء المحذفه؟ والله طلع عندي كروب بنات. لا لا مو حلو اصفر ابيض 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 احلى. خلنا نجرب خلنا نشوف. احس لا بنات الله تكعب في التحلي في التصفر في التخضر في التمطر. حلو بنات خلط بس قزم من يمشي على ذا الله مستر امشي عليه. صراحة حلو بنات ولا برتقالي احلى برتقالي فاقع. والله ما اقدر امشي عليه. خلنا اقرب لحظه خلنا اقرب خلنا اقرب اذا قدرت امشي عليه. اوكي ترى انا رايحين ستاربكس بنات ما يشوف رجلي مره طويل مره طويل. اصبروا اصبروا خلنا اخر السجاده بس تدروني مقفل النت صليت خلنا نصلي سريع سريع. طيب بدا واو حبل كان طيحني. يلا بسم الله. ها مشي طبيعية بنات مشي طبيعية ولا لا؟
بنات مش طبيعي ولا لا؟ تكفون بدون كذب، تكفون بنات تكفون. لحظة، ماكدونالدز بعينش، ماكدونالدز حلوة تتا تري. بس بنات ما يصلح أصفر وأصفر وبرتقالي وأصفر وكعب أصفر. أحس أنا لازم أكسر الشنطة شيء. خلنا نتمرحج لأنه ليش لا. قس لا لا، مو لايقة مو لايقة. أحو بنات عاد تدرون شاري شنطة صفرة صوص البيتزا. بنات بنات تكفون، تدروني شارية أبيض ميار، شارية شنطة بالسيارة، شريت لأمي شنط وشريت لي واحدة صفرة فيها لماعة كذا فخمة. بس أحس لا. طب شو رايكم بهذه؟ خلاص بس أقل بجيب معي قزمة احتياط، يمكن أصعب من ذا. ربي يلا بسم الله. لحظة وين قوالي؟ دقيقة اصبري بنات، ترى دولابي مكسر بس قريب إن شاء الله بشتري لي خزانة، عرفتوها الطويلة ذيك اللي يمديش تحطين فيها كل شيء. دقيقة اصبروا، لازم إحساس وضمير. يلا صدق بنات بدون استهبال. اوكي يلا اني بطلع على الاكسسوارات. اي والله نسيت واغراضي. يلا يلا نصين تعب هذه الاعلانات. ياخذ الحبيب يطيح لي. نعم أنا سندريلا. بنات ذكروني شو أخذ معي بالشنطة. دقيقة صبرين. عو كوني يلا بشيل عمري، وزني 65. عدني زين نقصت كم كيلو؟ وش ذا بسم الله؟ إيه ذا؟ معلش الشنطة مستخدمة. يلا مناديل نحتاج، جلوس محددة، بلاشر برتقاني. والله ما قدرت نفس يوم مشيت ذي المشيتين كلها. فرشة بلاشر. وش بعد؟ وش بعد يا بنات؟ كني ما حطيت ماسكرا. ماسكرا. واو واو ما قدرت نفس. واو بسم الله. واو وزني لازم ينقص. اوكي اطر بنات. بنات والله بدي اخذ قزمة احتياط. لازم اخذ قزمة احتياط بنات، خف ما اعرف امشي. خلص لبس لبر احتياط. والله شكلي خرافي بنات. هبل هبل هبل. اليوم تضامنا مع اللوك راح نستخدم مسك ابراهيم القرش الخاص. خوخ. وش بعد؟ كنا عندي اصفر زي بن الله. وين الاصفر؟ وينك؟ اطلع. وين تخبي؟ اطلع اطلع. وينك؟ اطلع. ايوه لحظه. الابيض انسرق انسرق انسرق. استغفر الله. ما بعرف ظني اسم. تضامنا بنات على اللوك فانيلا. طبعا هذا ريحته خفيفه شوي يروح كذا. برتقالي بنات. انا اذا سويت شيء شاحن لا ما عليكم، عندي شاحن بالسياره بنات. انا
أنا إذا سويت لون أحب كل شيء نفس اللون. السلسال. طيب إيش رأيكم بهذا؟ لا مو لايق. حلقة أنا أحس هذا لأن ما عندي غيره حالياً وغرفتي الإكسسوارات حقتي صراحة ما أنا مرتبتها. أكون معكم صريحة بنات. صورتك مرة جن. بنات لازم أصور اليوم باللوك لازم. لوك البرتقانة ترر. أنا صراحة أحب اللون البرتقالي مرة والأصفر ألوان الصيف. الشتاء داخل علينا. تدرون بنات ما قلت لكم شريت معلش ندخل أحمر بنات شوي قريب منهم. بنات شريت يو خربتها. شريت طلبية من شي أن حق جم وبقامات وحق شتاء خلاص ما عاد أشتري وعد I promise you. بنات والله يا أخي قاني أسدين ذاك اليوم قلت خلاص نشطلب لي وعد. شريت الكورية لا معلش عندي ستارات كورية. أزهلي طيب عندي ساعة هذه سرقتها من زايروس ذاك اليوم سويت عندهم إعلان ترويقي وطلعت وأنا تخيل وطلعت كنت لابستها كانوا يصورونها على يدي يلا مستعجلة أنا بمشي على الشرقية مرة تعبانة يوم كانت عندي قرثومة مرة تعبانة يلا بروح عرفتوا لي عشان ما يستحوني يوقفوني يقولوا لي وقفي يلا وقفي لذا وامشي وأهرب مسكت خط الشرقية وقفت عند محطة وأكلت ونمت بعدين رجعت الشرقية قلت أوه ترى نسيت الساعة بيدي بعدين قالوا لا خلاص خليه مقل لا برجعها تبغوني أرجع أمسك خط مرة ثانية عشان أعطيها السكرتي نعم it's mine صراحة عجبتني بنات دخلت في عيني سنوات مرة حلوة أنا عاد ما عندي ساعة تخيلوا ما عندي ساعات وكل ساعة تجيني أكبر من يدي أول مرة تجيني ساعة زي كذا حلوة على مقاس يدي كأنها تقول أنت لي وربي يا بنات ما يمشي إلا مع هذا الأسلوب تدرون وشو والله صدق تدرون وشو كنا قارتنا اللي تاخذ طقم من عندنا العن ابليس بنت الذين امنوا تاخذ من عندنا طقم طيب والله تاخذ من عندنا طقم تاخذ فستان سلفيني فستان عندي عرس حقة بنت خالتي اعطيها الفستان تنقل فجاه نقلها من الحي هربها ادور عليها بالواتساب ادور عليها بالارقام كل شيء النمبر بوك كل شيء اختفى ولما لاقي لها رقم ولا شيء ولا لاقيها صدفه تقول لي ونسيت أنا تزوجت وزوجي غير أرقامي وده أبشري برسلك فستان فقط لقينها بدورة ثانية خرجة سافرة عشان ما ترجع الفستان إيش رأيكم بنات حلوة صح دقيقة بقي سوارة بقي سلسال أبغى سلسال ناعم كيوت ما أحب التفاشة هذا مخبط ما ليخوق لها عدلة سلاسلي كلها حلو بس مشكلتها ويش يبغى لها فك لأني رميتها من فوق باب وتوهقت بتلشت يمكن هذا الوحيد اللي مو لا والله مربط الا واو انا شاكم بدا برج العقرب البسه ادري انه مخيس بس ما في الا هو تكفى لا تقول انت كمان يو حتى ذا بنات اكسسواراتي بموت صوري ترند بصور بالشارع اني مليت من غرفتي الصراحه بنات ما قلت اكسسوارات شو اسوي تعبت من الكعب من دحينه اصبروا خلنا ادور سلسال وش الحياة ليتني ولد ألبس ثوب وخرج اللهم لك الحمد يا رب ثوب وخرج ولا سروال فانيلا وخرج حتى بدون ثوب قد شفت لكم واحد سويت لما سوى معي اجتماع أوكي اجتماع حق وظيفة لابس سروال فانيلا بس اجتماع إيش الحياة السهلة حقتهم سهلة يتزوج ثوب عزيمة ثوب عزاء ثوب نوم ثوب يد في استغفر الله ثوب كل شيء ثوب ما شاء الله تبارك الله لا ما شاء حسدكم ما شاء الله تبارك الله صدق ما أبغى لا حسدكم إحنا لازم لك شخفي كل مناسبة بنات ما لقيت إلا ذا مفتوح يناسب ما لقيت إلا ذا مفتوح كل سلاسلي مكلبشة لازم شو اسمه عدلها كل ذا مو بحسد والله إنكم محسودين صدق بنات خلاص ما عندي إلا ذا صدق طيقة كذا أوكي هو الصراحة شوي أحس مو لايق سبورتي بس خلاص خاتم حتى خواتم ما أدري وينها عالق سوارة على خلاص بنتي كفي ساعة وسلسال وحلق خلاص السروال السلسال رميته الآن وين خلاص بنتي كفي خلاص مقدر والله صدق مقدر يلا نطلع استمنى سبنتي والرايحة أدري كمان استمنى بتمشى بس شوي صراحة أنا معزوم على مكان بالسوفتيل اسمها ميلروز فبروح أتقهوة وبرجع بس كمان تان بنسي كمان تان 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 هاي أنا
دراهم. أنا عارفة بالأماكن الغالية فجأة بطاقتي ما تشتغل. منديل بقايا منديل فازلين عشان أنفي لأنه يقف. مفتاح سيارتي ذكروني لحظة. دقيقة خليكم. ما عندي صغيرة أنا. هذا ذا لازم عشان أنفي بنات بعد العملية. خخ أم قرب يخلص ذكروني اشتريت. بروح ستات. ودي اخش الحاطه احسني بتعب بالطريق يعني ما لحقت امشي كثير. مش لو سكرت على عبايتي. ايوه مفتاح سيارتي. طب جيبي هذا. اوكي ليه فازي عشان انفي من داخل جفاف بعد العمليه. دقيقه اخذ معي احتياط شراب قزمه بس بنات احتياط. احتياط بنات احتياط. والله بنات انا اخذ لي هذه البيضه مع شرابي هذا قدام عيني كنا بناديني. اوكي يلا بنات مشينا توكلنا على الله. ابغى احد يا ليت وحده من جيراننا امون عليها عشان تصورني جنب سيارتي. قسم بالله احس ما عندي صور حلوه جنب سيارتي الا وحده بس. عاد يا رب ما يعلق ان دائما لما اطلع مكان يعلق. يا رب انه ما يعلق. وعم اقدر امشي عليه. شاحن؟ لا عندي شاحن. ظلام يا عمار. عمار يا عمار نسيت جوالي الثاني. يا عمار عمار اقفز جوالي الثاني هناك وتعال عشان بغلك تاخذ معي اغراض من السياره. بسم الله اسكت بالدرج. ظلمة بسم الله. لحظة بسم الله وش ذا؟ لحد يسكر بنزل؟ ما بشوف. بسم الله والله اللهم انا استودعتك رجلي وبطني جسدي. بسم الله بنات ما اقدر امشي عليه. شوفوا مشيتي كني بطريق كني ابلت الجغرافيا زمان اللي كنت احش عليها. اموت بنات ما اقدر امشي كني لحدة بربي طويل الكعب. يلا وصلنا السيارة. هلا وعو حسنا نتباقى بكان حسنا. ايش سويت؟ اصبرين مع السلسلات ذا كني بمارني. نشغل جميع اللمبات. بسم الله. طيب تدرون المكان بالخبر بنات وحشتني كادي مرة. كان نفسي نكون معها أحسني حيوانة يوم ما رحت بس والله أبوي تعبان يا بنات. يا ربي يمه أصابرو. هذه شنط امي قزماتها قلت لها اياها تمام بس لقيت الشنطه الصفراء حقتي في اكياس وراش لها كل حق الاغراض حقت امي بس الصفراء حقتي شبرا. وعادها تطلع. يلا فاتك الجو فاتك الامطار. موتي بغيظك. الأجواء إذا جيتي بتكون حار نار شراب.
طيب لاني انا شوفي ما اجواء، شوفي اللون يا حبيبتي. هذه اجواءنا اخواتي، نايمات تصبري. امانه امانه كان كيف تستقبلوني خيري صدق. نياب، نياب اقول لك شيء والله صدق، تدرين هنا وش كان فيه؟ فيك؟ والله جلدة يا بنات، والله ما اقصد، والله العظيم. وش فيك؟ جلدة طويل والله ما شفته فوق قسم بالله. ما في شيء. كوريا. ايوه. ما اقول لك صدق. بعد الحجاب اسمعي اسمعي صدق بقول لك الصدق. تدري ميار والله اني حسيت بغربة. لاني تدرون بنات ايش صار؟ بقول لكم، اقول لهم ايش صار. اللي صار هو خير بنات، انا وميار وهند متفقين اننا نسافر مع بعض. المهم اللي صار انه هند قالت انها عندها جامعه مشغوله ما تقدر. تخيلوا قبلها بيوم، قبلها بيوم، قبل السفره بيوم، تخيلوا. وميار اصلا كان الموضوع متذبذب، بتروح معي ما راح تروح معي ما ادري، فهمتوا الموضوع مره كذا متذبذب. قولي الصدق، قولي الصدق، هو كان كذا والله. طيب يعني ما كنت متأكدة بتروحين معي ولا صح؟ ولا ايش صار؟ الا بس عشان ابوي. ايه فانا ما كنت متأكدة، ما ادري. ف طيب قلت انه في امل، يعني في امل انك بتجين وهند بتجي، هند بتجي مرة يعني انا متأكدة مليون بالمية ان هند بتجي، يعني مستحيل. ها؟ هند اللي صدمتني الصدق. ايه يعني هنودة عشان جامعتها رسلوا لها مدري وش خطاب. ايه ادري. المهم ف بنات تخيلوا وانا ادخل السيارة طيارة كذا، تخيلوا دقيت على خواتي قبل ما نروح، قلت خواتي بنات اي وحدة جاهزة فاضية تلم اغراضها وتجي معي، لانه البنات راح يجون فما راح اروح لحالي. قالوا تمام. وشافوا البنات، شافوا اوضاعهم، قالت فاتن انا ما اقدر. قلت لا فاتن، فاتن البنات. المهم طلعت معي نوره وغدير ورحنا. ميار انهارت نفسيا، انا منهاره نفسيا. تخيلي البنات مو جنبي، فهمتي؟ مو جنبي خواتي. ليه؟ فكنت هو كذا يعني موزعين حنا، فهمتي؟ انه المشاهير مع بعض والمرافقين مع بعض. ف بالعكس يعني اول بالبدايه كنت مره متوتره وخايفه اللي لا بقعد مع ناس ما اعرفهم، فهمتي؟ اني مو جوي ابد. بس والله بعدين خلاص تعرفت عليهم صاروا مره كيوت، يعني طلعوا مره كويس كويسين. وبس والله بس حسيت بغربه، فهمتي؟ لو حاسه انه حاسه بثقل هنا كذا خايفه. وتخيلي كلها رسميات متوتره. ايش اقول؟ شفت مبسطين وتكسرين الدنيا والله، سفره مره حلوه والله والله. تخيلي ان تدرين احلى شيء وشو؟ انه ما في نت بالطياره، فهمتي؟ حسيت اني ما في نت. تخيلي حسيت اني، تدرين وين حسيت؟ حسيت اني بالحجر، الحجر ايام الحجر ايام كورونا. شفتي لما تقعدين مع اهلك وتلعبون وما ادري شو تسوين وما ادري ايش كذا، انا تعرفت على البنات كذا لانه ما في نت. انت غصب عنك بتسولفين مع دي ولا دي، تبين تضيعين وقتك، فهمت؟ فا والله قعدت مع بنات يعني السولات. ان شاء الله لازم نعيدها كادي، تكفين. طيب اسمع، تجمعي الشهر الجاي؟ ما ادري عندي جامعه. اسمع بقول لك، سويت ردينا يعني ولا وش؟ ها؟ سويت ردينا؟ اردها؟ اي افصل من الجامعة يا يونس، طز عشان الرجال ما يفتخر فيس. اسمع انا بقول لك شيء، بكره اقسم بالله لا اوريك ستايل ما قد شفتيه. مو ستايل كوري، ستايل كادي، ستايل ما في ستايل كادي حرفيا. بتشوفين ستايل كذا بتقولين انت ما يبي لك حجاب عشان يغطي جمالك، انت يبي لك ستاره. بس اسمعي، ابغى منك طلب، ممكن ما تقولي لي لا؟ ايش سمحتي، ابغى منك تجيبي لي رموش من عندهم يقولون لا مو حلو، مو حلو. اسمعي الكوري دخلت والله رموش. والله لا انت بقى اقسم بالله بقول لك شيء وربي، المره اللي راحت اني رحت طيب كنت كذا بروح اشوف الميك اب حقهم المنتجات العنايه واشياء، فيوم شفت قلت ابي رموش، قاعده ادور اشوف ابي رموش، ابي رموش زينه
اصلا كانت بتطيح رموش اول، فهمتي؟ فكنت احتاج رموش. تخيلي رموشهم صغيره صغيره، ما يعترفون برموش، ما يعترفون. تخيلي يمكن انت يعترفون برموش. لا مش بقاله، ايش فيك انت؟ يمكن ضيع الكوريين بقالتهم واحده يعني، مع الشعر ومع الرموش. ما تلاقينك تستنشف بقاله ترى، هذا اللي سمعت عاد مدري. اسمعيني اصفيك على عينك. آه. رموشهم اللي يحبونها، هم يحبون الرموش صغيره كذا، هم ستايلهم فهمتي؟ حتى يحطون كذا شوي مسكرة، ما يحط، ما يكثرون، ما ادري ليه. لاحظت ذا الشيء عندنا احنا العرب، اللي رموش والكحله السوداء، فهمتي؟ بعيوننا احنا. ليش حاطه ميك اب؟ انت مسافره ولا انا؟ انا اللي مسافره ما حطيت ميك اب. شبي امانه، ايش رايك شبي؟ شبي دقيقه. والله حلو نظيف. كله برتقالي ترى، عيني برتقاليه، خدي برتقالي، روجي برتقالي. اللبس برتقالي، ويلا عصرك. يا برتقاله عذبتي حاله، والله وحشيني يا اختي، ارجعي خلاص. اقول لك شيء. ها؟ ليه فكيت حجاب الطياره؟ اكيد رجعت لايام زمان، احس انه قاعده مع مشاهير بدون حجاب، فهمتي؟ يخوف، جاني شعور يخوف، فهمتي؟ ما خفتي حتى تطلعين بالغلط ولا شيء؟ لا اكيد ما راح يصورون تستهبلين. طيب مين كان جنبك؟ كان جنبي وحده اسمها اطياف، وقدامي روان اللي هي ريري مشهوره، وجنبها ديم ورود، ومين بعد؟ لما والعهود. حلو والله، كلهم عسل، كلهم عسل حرفيا كذا. قلب الشاشه